عايز اعرف الولد الحقير ده دخل هنا ازاي؟ امال السكيورتي اللي عندنا بيهببوا ايه؟ فايدتهم ايه؟ اديهم بيصلحوا غلطتهم يا فندم، وبعد ما يخلصوا نفتح تحقيق ونشوف مين اللي كان متعاطف معاه ودخله هنا. اوعى تفتكروا ان انا ممكن اسيب حد، انا مش هسيبكم، انا قاتل يا مقتول. تسرقوني وتضربوني كمان، يعني سرقه وبلطجه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. سلام، انتوا فاهمين غلط، والله ما حسبكم. خلاص بقت الفكره عبقريه دلوقتي، لما جت من واحد غلبان زيي كانت كخ، ولا انتوا كنتوا بتقولوا لي كده من الاول عشان تسرقوني؟ لكن لا، انا مش هسكت، انا هعتصم، اول ما يخلصوا ضرب هعتصم على طول، هضرب عن الطعام، هعمل وقفه احتجاجيه. صحيح انا شكلي مش هقدر اقف تاني، بس ممكن اعمل قعده احتجاجيه بلاها الوقفه، بلاها القعده، هعمل نوم احتجاجيه، انما مش هسكت. خليهم يخفوا عليه شويه، ده ممكن يبوظ كل اللي احنا عملناه. خلوهم يربوها يا فندم، وبعدين ده مش اعتداء، ده دفاع عن النفس. الشاب ده اعتدى على موظف حكومه اثناء تاديه عمله، ولو فتح بقه هيلبس قضيه. اعتداء ايه بس؟ ده بيطحن تحت. اهو يا فندم. حضرتك مش واخد بالك ولا ايه يا فندم؟ مش ده برضو اعتداء على موظف رسمي اثناء تاديه عمله؟ يا اخي انت، انا مش عارف اقول لك ايه، انت مخلص اكتر من لازم فعلا، هو ده الاخلاص اللي احنا مفتقدينه بشده. انا عايزكم تضربوا براحتكم، عايز اثار الضرب يبان في جسمي كله عشان هقلع لكم مالت في المجلات في البرامج. انا وراكم الزمن طويل، او قصير، انا وراكم خلاص.